واحد بيسألني يعني ايه الكوينتابريت، انا بقول لكم الفكرة باختصار وببساطة. انت بتحصل على الكتاب وهو عن طريق التليفون او التابلت، تنزل برنامج كيو ار كود، واول ما تبص فيه علامة الكود ديت بتجيب التليفون، ومجرد ما تجيب التليفون هو على طول بيلقط ويدخلك تستمع للفيديوهات الشرح بتاعت مستر ايه نبيل. انا عندي برضو دي صفحات من الكتاب، لو انا بتكلم على الفيرب ايه هي الفعل، وبعدين انا ممكن زي اي كتاب عادي ممكن نقعد الطالب يقرا كده، والده يقرا ومامته تقرا معاه، طب واحتمال يفهم واحتمال ما يفهمش، ده كله شرح. وبعدين جايب لي الفيرب وعامل لي اسهم، يا مستر هو ايه ايه ده؟ بس خلي بالك هنا في ايه دوت، ده كود. الكود ده بقى هو اللي بيخليك تسمع. يعني انا افتراض عايز افهم ايه الجداول ديت اعمل ايه، انا بجيب التليفون وعلى الكود هنعمل ايه؟ هنعمل اللي قلنا عليه قبل كده. عندي هنا الكود، بجيب التليفون والتليفون نعمله ايه؟ على نفس الكود، مش على اي مكان تاني. اهو بنحط التليفون نمسكه بايدينا اهو زي ما احنا شايفين، وقلنا لازم يكون في عندك برنامج كيو ار كود ريدر على التليفون. على طول مجرد ما تعمل كده مفيش ثانية هتقعد تسمع الشرح. تعالوا بينا نسمع الشرح دوت. إذا الكتاب تقدر تقرأ فيه، تذاكر فيه، تحل التمارين، وتقدر تسمع الشرح والإيه والحلول. في بعد كده بقول لك ايه بقى، ما احنا عرفنا ان الفيرب يا اما برنسبل يا اما هيلبنج، يا فعل اساسي يا مساعد. احنا قلنا الافعال الاساسيه، امال بقى اللي هنا الفيرب. قال لك بقى الهيلبنج فيرب او اوكزيلياري فيرب، هيلبنج او اوكزيلياري فيرب ايه هي بقى؟ قال لك فيرب تو بي، فيرب تو بي، ما فيش حل لازم تتحفظ. فيرب تو بي، كل ده هيتشرح بالتفصيل بعد شويه. فيرب تو بي، فيرب تو دو، فيرب تو دو، فيرب تو هاف، فيرب تو هاف، فيرب تو بي، فيرب تو دو، فيرب تو هاف، ديفيكتيف فيربس او مودلز فيربس. ديفيكتيف فيرب اسمها ديفيكتيف فيربس. واحد يقول لي يا مستر طب معانيهم ايه؟ اقول له طب لحظه، اول حاجه عندي اسمه ايه هنا؟ فيرب ايه؟ فيرب تو بي. قال لك فيرب تو بي اللي هو فاعل يكون، معناها يكون. بس فيرب تو بي كلمه بي دي هي عباره عن ايه؟ عن ايه بقى هنا؟ ام از ار ووز وير. نقولهم تاني، فيرب تو بي ده اللي هو فعل يكون عبارة عن ايه؟ ها، ام از ار ووز وير، وهيتشرح بالتفصيل في اكتر من فيديو بعد شوي. يبقى ده اول هيلبنج فيرب اسمه فيرب ايه؟ تو بي. طب تاني حاجة اسمها فيرب تو دو اللي هو يعني ايه يا مستر؟ قال لي فيرب تو دو اللي هو بمعنى فعل يعمل، عبارة عن ثلاث كلمات، دو دو داز داز ديد. عايزين ننتبه لحاجة لما نشرحها بالتفصيل هنكتشف ان ام از ار بريزنت مضارع، ووز وير للباست، برضو دو وداز للبريزنت، بريزنت للمضارع، وديد للماضي. وقلت الكلام ده كله بتشرح، انا دلوقتي بقول لك ان اعرف ان في حاجه اسمها هيلبنج فيربس، هيلبنج فيربس، هيلبنج مالها الهيلبنج فيربس؟ يا اما فيرب تو بي، فيرب تو دو، وفي فيرب تو هاف، فيرب تو هاف. يعني ايه فيرب تو هاف يا مستر؟ قال لي يعني فعل يملك، يملك. هي هاز هاف هاد. نقولهم تاني، هاز have had. الحاجة الرابعة verb to be، verb to do، verb to have، models أو detective verbs، models verbs أو detective verbs الأفعال الناص، اللي هي عبارة عن إيه؟ الأفعال الناصية will would، shall should، can could، may might، must ought to. أقولهم تاني، ها الأفعال الناصية عبارة عن إيه؟ will would، shall should، can could، may might، must ought to. اقول وتقولهم ورايا، هسكت سكته بسيطه، will would shall should can could may might. الجي اتش هنا ايه؟ خلي بالنا سايلنت.
وكلمة would ال ال هنا silent، وكلمة should ال ال silent، و could ال ال silent، silent يعني ما بتنطقش، و may و might، must و to. واحد بيقول لي طب يا مستر احنا مش عارفين معانيهم دلوقتي، هيتشرحوا هجيب لك المعاني ما تخافش. طيب هي الافعال المساعدة دي وهندرسها فايدتها ايه، يعني لما يقول لي verb to be am و is و are و was و where، verb to do، verb to have the victive او المودل verb، ما فايدتها استفيد بها ايه؟ قال لك بص يا محترم، قال لك تستخدم الافعال المساعده في الاتي، عندي خمس حاجات تقريبا. قال لك في حاله النفي النيجاتيف، لما هنيجي نتعلم ازاي ننفي الجمله نحولها من مثبته لمنفيه النيجاتيف، محتاجين الهيلبنج فيربس. ايه تاني؟ قال لك تكوين الازمنه لما تعمل تنسز بريزنت سيمبل والباست سيمبل، مضارع بسيط وماضي بسيط ومستقبل، يبقى لازم تستخدم الايه؟ هيلبنج فيربس. ايه كمان؟ قال لي تكوين السؤال كويشن، كويشنز اللي هي السؤال، لما نيجي نتعلم نعمل سؤال لازم اكون عارف الافعال المساعده. ايه كمان؟ قال لي في حاله الاكتف والباسيف اللي هو المبني للمعلوم والمبني للمجهول. طيب وايه كمان؟ قال لك قد ياتي الفعل المساعد ده في الجمله لوحده، في الحد بيعتبر فعل ايه؟ برينسيبال اساسي. يبقى مش ممكن تعمل نيجاتيف تنسز كويشن باسيف الا اذا كنت حافظ الافعال الايه؟ المساعده. ما تيجي ناخد كل فعل بس بسرعة كده الأول قبل ما نشرحهم فيما بعد بالتفصيل.